اما عندنا الورك اللي ينتج ده عضلة القلب او البامبينج اللي يسبب ضغط او ضخ الدم الى انحاء الجسم خلال الاوعية الدموية، وهو يكون هنا الضغط يكون ثابت ابر، ده اللي يثبت لنا البريشر والبرودكت بريشر والفوليوم برودكت بامبت اوف ذا بلاد. اذا هنا الورك راح يعتمد على البرودكت اوف ذا بريشر والفوليوم بامبت اوف بلاد، فهنا هاي علاقة ثابتة بين الورك اوف هارت مسل، واللي اساسه هو يعتمد على البريشر والفوليوم اوف بلاد. هذه في المسألة بسيطة طلاب راح تشوفوها هنا تطبيق رئيسي للقانون ودايركت، وراح تشوفون من عنده ايش قد هذا الشغل مبذول خلال ضغط محدد وخلال معدل ضغط موجود هنا، وطلاب الى هذا التطبيق المباشر. الضغط عبر الجدران الأوعية الدموية اللي اسميه الترانسميورال بريشر او الضغط الانتقالي هنا. طبعا الضغط طلاب هنا يكون عنده اكبر انخفاض لهذا الضغط بالكارديوفاسكولار سيستم، يحدث بالمناطق اللي هي بالارتريولوس او بالأوردة تكون بالشرايين الضيقة او الصغيرة، وايضا بالكابيلاريز بالأوعية الشعرية الدموية. هذه يكون بها القلة بالضغط، وهذه قلة الضغط راح تسبب لأنه تكون بسبب أنه الأوعية الشعرية الدموية تكون عندها الجدران لها تكون صغيرة جدا أو كلش نحيفة ما يتعدى الواحد مايكرومتر. هذا يسهل لي عملية الانتقال أو الترانسميتنس بتوين أو الغاز اكسشينج بتوين O2 والCO2، تكون عملية بسيطة وسلسة. وهذا العمل هنا يخلي السرعة أو سهولة تتجاوز السرعة اللي بقاء الأكسجين أو بقاء الأوعية الشعرية الدم بالأوعية الشعرية الدموية لفترة قصيرة بداخل الرئتين. عندنا الموضوع الآخر هو اللابلاس لو. اللابلاس لو هذا القانون يوصف لي التنشن اللي يصير بجدران التيوب او الاوعية الشعرية الدموية بموضوعنا الحالي، هو واللي يعتمد هذا التنشن بالوغط يعتمد على الراديوس اوف ذا تيوب والبرجر انسايد ذا تيوب، يعني تكون علاقة طردية بين التنشن وبين الراديوس. فكلما كان الراديوس او الوعاء الدموي ضيق الراديوس مالته صغير، راح يكون التنشن اللي بداخل الجدار يكون قليل. برناليز برينسيبل ابلاي تو ذا كارديوفاسكولار سيستم. برناليز طلاب هنا هذه المبدا او هذه الظاهره خلينا نقول هنا تتحدد بالتضيقات اللي تصير بالاوعيه الدمويه، ليست ما نقصد بها هي الكابيلاريز، وإنما بعض الأوعية الدموية أو الفصل العادية لما تمشي يكون صار بها التضيق هنا، مثلا لما تحول من الأرتري إلى الأرتريولز أو الفينات إلى الفينز إلى الفينيولز، هنا السرعة راح تتغير وبالتالي بسبب الضغط هنا راح يتغير. فالسرعة لما تكون هنا امتى ما يكون سرعة الجريان او الرابيد فلو اللي تكون عالية، whenever there is a rapid flow سرعة راح تكون عالية للجريان، سرعة الجريان او الجريان يكون كبير، البريشر راح يكون هنا قليل وراح يقل
خصوصا الحافه اللي يكون بيها ال rapidly movement flow. هنا المثال اللي موجود امامكم طلاب راح تشوفوه هنا، لما يكون الوعاء بوضع الطبيعي او بحجمه الاصلي بالراديوس الاصلي، يكون هنا الفيلوسيتي مالته قليله لانه الضغط مالته راح يكون كبير، في حين يكون لما يكون هنا عندنا تضيق راح يكون الفلو مالتي راح يصير سريع، الفيلوسيتي سرعة الجريان رابيد فلو يكون بهذه منطقة اللي يكون بها الدايمتر قليل، بسبب انه الضغط هنا راح يكون قليل، السبب لي راح يكون الضغط قليل فيسبب لي ايضا السرعة تكون عالية بهذه الاماكن، وهذه كلها توصف حسب برنوليز برينسيبل لهذه الأوعية الدموية أو بشكل عام للأوعية اللي يصير بها فلويد. طيب إذا البرنوليز برينسيبل تعتمد أساسا على قانون حفظ الطاقة، فالضغط اللي الضغط الفلويد اللي بداخل الأوعية الدموية هو كشكل مثل شكل من أشكال الطاقة الكامنة أو البوتنشال إنيرجي. البوتنشال إنيرجي هي هنا قابليته يكون الفلويد إلى قابلية حتى ينجز لي عمل بداخل الأوعية الدموية. أما لما يكون متحرك هذا الفلويد الموفينج فلويد راح يكون إلى طاقة حركية أو كينيتيك إنيرجي بير يونت فوليوم. هنا الطلاب هذه العلاقة راح تحدد وتعرفون من خلالها شلون نحول من الطاقة الحركية وإلى علاقتها بالطاقة الكامنة حسب الوحدات اللي إلها. هنا في مثال بسيط يحدد لي كيفية استخدم قانون حفظ الطاقة كينيتيك إنيرجي اللي هي الماس بال السكوير فوليوم بير 2. هذا هنا الطلاب في مثال بسيط حتى تعرفون اللي الجد الكاينتيك انرجي وما يعادلها من البوتنشال انرجي. البلد فيلوسيتي، البلد فيلوسيتي او سرعة الدم بالأوعية الدموية هي تعتمد على الانفيرسلي، تكون علاقة عكسية مع الكروس سكشنال اريا اوف ذا فازل اللي يكون به يحمل لي الدم، معناته انه السرعة تكون عالية كلما تضيق الوعاء الدموي، يعني كل ما تصغر تكون السرعة عالية، ولهذا تكون علاقة عكسية، والسرعة يعني بال الفينات الصغيرة أو بالأرتريز الصغيرة دائما تكون السرعة بها أكثر من الفينات الكبيرة أو اللي إلها دايمتر أو الكروس سكشن أريا مالتها يكون كبير. مثلا هنا طلاب هذا المثال أو عفوا هذا الرسم الشكل اللي أمامكم راح يشوفون هنا إنه الأورتا اللي إلها كروس سكشن أريا قليل اللي هو 3 سنتيمتر مربع، راح تشوفون تكون إلها أكبر سرعة، يعني أول ما ينضخ الدم من القلب ينضخ بسرعة كبيرة بكمية كبيرة وبسرعة كبيرة بالأورتا اللي تكون إلها مساحة المقطع العرضي اللي هي قليلة ما يتعدى 3 سنتيمتر تربيع، يكون إلها سرعة الدم يجري بها بسرعة 30 سنتيمتر بير سكند الفيلوسيتي. تبدأ الفيلوسيتي بالأورتا تقل 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 إلى أن يوصل يدخل بالكابيلاريز. الكابيلاريز يكون السرعة مالته 1 مليمتر بير سكند، في حين اللي يكون إلها أعلى كروس سكشن أريا، احنا لا نقصد طبعا الكابيلاري الواحد وانما ناخذها هي
المجموع الكلي total sectional area of the vessel اللي هي 600 سنتيمتر مربع. بعد ذلك راح يبدي الراديوس راح يكبر، يكبر هنا المساحة، السرعة مالتي راح تكبر بالفينات توصل إلى 5 سنتيم بير سكند لما تكون المساحة المقطع العرضي إلها 18 سنتيمتر مربع. هذا اللي يوضح لي هنا كيفية العلاقة العكسية بين velocity of blood in the vessel with the cross section area of the vessel that carrying the blood. خاصية أخرى للسوائل هي الفيسكوسيتي. الفيسكوسيتي يمكن أنطيها تعريف اللي هي عبارة عن الممانعة اللي يبديها الفلويد ضد جريان الفلويد نفسه بداخل الوعاء. بالنسبة للبلد هي راح تعتمد على الـ resistance of for blood circulation include friction أو الاحتكاك بين عناصر الدم نفسها وبين الفصل الجيوب الوعائية لجريان الدم بداخلها. The blood viscosity هي measurement of the thickness وهي السكرز إيش قد ما تكون السلك مالتها الثخن لهذا للدم بدم الفرد نفسه. علاقة إذا أقيس الفيسكوسيتي، الفيسكوسيتي هي تنقاس بوحدة البويسز البويس أو سنتيبويز، أما بالنظام الاس اي اللي هو يكون قياسه بالباسكال سكند، الباسكال سكند اللي تعادل لعشرة بويسز بوحدات الكبيرة طبعا هو الباسكال سكند. الفيسكوسيتي اوف بلاد تكون عند الظروف الطبيعية أو بالـ 37 ديجري سنتيغريد هي تتراوح بين 3 إلى 4 في 10 إس ناقصا 3 باسكال سكند. هذه البلد فيسكوسيتي تعتمد بشكل رئيسي على percentage of red blood cells على اعتبار أنه هي أكبر خلايا وأكبر عدد من خلايا الدم هي red blood cells، فإذا هي تعتمد بشكل رئيسي على الهيماتوكريت أو الـ percentage of RBCs وتعتمد أيضا على الـ temperature. Poiseuille's law. Poiseuille's law هذا القانون يوصف أو يعتمد على أنه the flow of fluid أو جريان الفلويد بداخل التيوب يعتمد على pressure difference between two ends مال التيوب البداية والنهاية، الضغط الفرق بين الضغط بداية ونهاية التيوب يعتمد على طول التيوب ويعتمد على radius of the tube و الفيسكوسيتي اوف الفلويد نفسه. هذه الفلوريت هنا راح تمثل لي يعتمد على الضغط، فرق الضغط بين ضغطين بين البدايه والنهايه يعتمد على الفيسكوسيتي اوف الفلويد، المقطع العرضي او الراديوس اوف ذا تيوب واللينث اوف ذا تيوب. هذا نص قانون اللي يعتمد عليه Poiseuille's law اللي يحدد لي الفلوريت والعلاقة مالته واعتماده. طيب نأتي إلى اللامينار فلو والتيربينال فلو أوف بلاد. اللامينار والتيربينال نقصد باللامينار هو الستريم لاين أو الجريان الهادئ أو الانسيابي للدم بداخل الأوعية الدموية. هذا الفلو أو اللامينار فلو present in most blood vessels
اللي موجود بكل معظم الأوعية الشعرية الدموية ومعظم الأوعية بشكل عام. التيربلنت فلو اللي هو النويزي فلو يسميه، اللي يكون خلينا نقول بشكل شلون نقول مخربط، هو الفلو الجريان، هذا التيربلنت فلو في أماكن قليلة من الدورة الدموية، هذا اللي يكون طبعا في أماكن يكون بها جريان الدم يكون سريع جدا بعد ما يخرج من الفالفات، بعد ما يتعدى الهارت فالف. هذا النوع من الفلو اللي يكون ينطيني صوت، وهذا الصوت طبعا ينطيني معلومات عن القلب. هنا هذه ناخذها من ستيثوسكوب او سماعة الاذن، زين، اللي ياخذها القلب هنا وتعطيني معلومات كافية عنه، وبسبب التيربلنت فلو. اللامينر فلو of the blood that is اللي يكون كونتاكت مع الوول of a blood vessel يكون ثابت stationary ثابت. اما لما نأتي طبعا هو الدم عبارة عن طبقات، يصير بالفلويد بالفصل كطبقات، فتكون اللي كونتاكت ويا الوول دائما تكون ثابت، الفلو مالته جدا ثابت. اللي الطبقات اللي تكون بعدها راح تكون بطيئة، جريانها بطيء، بالسنتر راح تكون جريانها أسرع، وهنا السرعة مالته يكون أسرع من الآخر، هي بسنتر الفصل. الريد بلاد سيلز دائما تكون بالأرتري متوزعة بشكل غير متساوي، فدائما تكون تكون بالسنتر تركيزها أكثر مما بالطبقات القريبة من جدران الوعاء الدموي. هذه هنا راح تنتج لنا تأثيرا، أولا when blood enters small vessel from the side of a main vessel the percentage of RBCs in that blood or the hematocrit will be slightly less than in the blood in the main vessel. معناته انه اول ما يجينا الدم ما يخرج من الوعاء الدموي بالحافة راح تكون عنده كمية نسبة الـ RBCs تكون قليلة أو الهيماتوكريت تكون قليلة أقل مما لو كانت عليه بالفين بالفصل الرئيسي. البلازما راح تكون هنا على تكون كميتها طبعا هنا راح تنتجني أو تتحرك تكون بشكل أبطأ في المكان القريبة من الفصل، أبطأ من الـ RBC، وهنا اللي يكون تجمع الـ RBC راح تكون دائما بالـ extremities تكون أكثر مما لو كانت نسبتها من لما بتكون مكان مغادرتها من القلب، بسبب إنه الـ distribution مالتها أن أو يونيفورم مالتها يكون مو متساوي أو not uniformly. هنا تغير بالأول بدرجة الحرارة راح يسبب لي زيادة بال viscosity of blood بمعدل 2.5. reduce the radius of tube increases the velocity إلى حد ما توصل critical velocity، وهذا هو راح يشوفون هنا علاقتها بالفيسكوسيتي بالفيلوسيتي critical velocity علاقتها مع الفيسكوسيتي والكثافة والراديوس، وشوفون شقد قيمها بالأورتا. هنا نعطيكم في المثال على critical velocity بالأورتا وشقد يساوي لي سرعة بالمتر بير سكند. بالإكسرسايز احنا ذكرنا ايضا سابقا انه كمية الدم راح تزداد
بنسبة 4 إلى 5% مما كميتها العادية. وهذا السبب لكون أنه الجسم بالإكسرسايز يحتاج إلى طاقة، هذه الطاقة يحتاجها من الجسم، فتحرق هذه الطاقة من الأكسجين، وهذه يحتاج معناته إلى يأتي عن طريق وصول كميات كبيرة من الدم محملة بالأكسجين النقي إلى الخلايا حتى تبني عمليات هناك الأغذية، ويبدي حرق الشحوم وزيادة الطاقة التي تزود بها الجسم. أيضا هنا الفيلوسيتي راح تزداد بأكثر من الوقت الأكثر من الحالة العادية هنا، وإذا كمية وسرعة الدم أثناء الإكسرسايز الاثنين راح يكون أكثر من العادي، السرعة راح تكون على مدى أطول والكمية من الدم راح تكون أكثر من الكمية العادية. إلا من أعرف له هنا هذه علاقته هنا من يكون أكثر efficient من التربلنت فلو. طبعا هنا هذا بشكل صحيح لانه باللامينار فلو الفلوريد راح يزداد بشكل كبير اكثر مما لو كان بحالة التربلنت فلو. ذكرنا على الهارت ساوند، راح تكون الهارت ساوند هنا هو عبارة يسبب لي بسبب الفايبريشن اللي يتولد بالقلب او وايضا بالميجر فيسل. هنا الانسداد وانغلاق الهارت فالفز او الصمامات، هذه تسبب لي او لها علاقه باصدار الصوت او التربلنت فلو. هنا هذه قلنا اللي هي تزود لي بمعلومات عن القلب وتنطيني معلومات كافيه عنه أثناء قياسها وتحسسها بالستيثوسكوب. طبعا هذه كمية الصوت أو وضوح هذا الصوت the quality of the produced sound of heart depends on many things. أولا التصميم الستيثوسكوب وات pressure on the chest، يعني شقد أخليها location والorientation of the body and the phase of breathing cycle during measurement. الكارديوفاسكولار ديزيزز، الأمراض كثيرة تصيب الكارديوفاسكولار أو الهارت، وتؤدي إلى الورك يكون not efficient، وال هنا راح يبدي يزيد، بالتالي راح يعمل على زيادة الـ work of heart muscle وقلل قابليتها على انه تنطي الـ efficient كمية الدم بشكل طبيعي الى انحاء الجسم. من هذه الامراض اللي تصيب القلب هو الهارت اتاك. الهارت اتاك بسبب او يتسبب هو يصير عندي بلوكج، انسداد بالارتريز اللي تزود لي عضلة القلب في الدم. الكونجستيف هارت فيلر، فشل بالقلب، هذا بسبب تضخم القلب، اللارجمنت راح يصير بالقلب وبيسبب لي انه قلة بقابلية القلب على بروفايد ادكيوي سيركوليشن حتى يعطيني دورة دموية كاملة بسبب عجزه عن ضخ كمية الكافية من الدم الى السيركوليشن السيستم سيركوليشن او البلمونري سيركوليشن. ايضا من الامراض اللي يصيب القلب اللي هي الهارت فالفز ديفكت، تصير فالديفكت يصيب صمامات القلب. اما السبب منها البعض تكون بسبب انفتاح للفالفات بشكل كلش كبير اكثر من العادي، يسموه الستينوسيز، او يكون انه غلق
الانفتاح يكون غير كافي، راح يسبب لي ستينوسيس. الانغلاق مال هذه الفالفز راح يكون غير كافي، اسميه الانسفيشنت، يعني ما يكون انسداد كافي بشكل مطلوب، راح والكادافر هارد فالفز. هذه امراض ممكن تسبب لي ديفكت للفالفز. التريتمنت مالتها اما يكون اسبب يعطيني الارتفيشال هارد فالفز تبديل كامل او تكون مصنعه. الهارد ترانسبلانتس زرع قلب، وايضا هنا وجود عن طريق ايضا تصليح باستخدام البيس ميكر. البيس ميكر هو قول مثل الباتري ليعطيني نبضات كهربائيه للقلب، تعمل تخلي القلب يعمل على اللي يسبب لي كونتراكشن، وحتى تبدي عمليه البلاس سيركوليشن تصير بشكل اضبط وحسب حاجه القلب. السم فانكشنز اوف بلاد نذكرها، اللي هي الغاز اكسشينج، تبادل الغازي، هذه ذكرناها. كارينج ذا بوديز ليكويد ويتس تو ذا كيدني، الديستريبيوتينج اند ديسبيتينج هيت ان ذا بودي، حتى تحفظ حرارة الجسم وتوزيع بشكل كامل. Involved in the meal urgent، هذا اللي يحتاجوه، وحسب طبعا هنا معناها تختلف حاجة الميل الهم. الطلاب هذه السم function of blood تكون نهاية موضوع أو نهاية فصل الثامن اللي نختم به إن شاء الله. أتمنى يا طلابي هذا الفيديو يفيدكم، وإذا تحتاجون أي سؤال تتصلون بي وتخبروني عن أي سؤال أنا حاضرة. شكرا لكم طلاب، وإن شاء الله يا رب نتقيكم بسلامة وبخير الجميع. شكرا لكم ونشوفكم بخير.